فقرة خاصة لجمال البشرة. يعني قبل شوي كنا عم نحكي عن الميك اب، هلا صار وقت نحكي انه كيف فينا نأسس بشرة كتير حلوة خالية من الشعر الزائد. مثل ما بنعرف نحن كل السيدات بيعانوا من مشكلة الشعر الزائد وكيف يتخلصوا منها. هلا حنشوف هيك على الشاشة اساليب تقليدية اللي كل سيدة بتعملها، اللي هي الاساليب المؤلمة، سواء كان ليزر، سواء كانت الحلاوة، الواكس، الشمع او اي شيء ثاني، او حتى الشفرة اللي بتأذي بشرتنا، واللي طبعا ما بنتخلص من مشكلة الشعر الزائد بسهولة، واللي بترجع مرة تانية. وأحيانا وأكثر من هيك أنه معرض أحيانا بشرتنا للليزر، في كتير من السيدات ما بيحبوا أنهم يعرضوا بشرتهم للليزر، وطبعا هيدا الشيء أنا بوافقهم فيه. لكن نحن اليوم مقدمين لكم الحل المثالي. شو مقدمين لكم اليوم؟ مقدمين لكم مجموعة مستحضرات متكاملة من ماركة موسنز الفرنسية، اللي فيها تركيبة 100% طبيعية لنتخلص من مشكلة الشعر الزائد. هي حتساعدنا أنه تقلل من نمو الشعر وتخفف منه طبيعيا وتدريجيا. طبعا كيف حنتخلص منه؟ رح يكون معنا هيدا الشيء بسياق الفقره ونحكي اكثر بالتفاصيل. شو حنحصل على بشره؟ حنشوف هلا على الشاشه. رح نحصل على بشره فيها شعر جدا خفيف، حيقلل البشر او حيقلل عدد الشعر اللي حنشوفه بشكل طبيعي، مثل ما احنا شايفين هون القبل والبعد، سواء كانت تحت الابطين او حتى اليدين او القدمين، او حتى الشعر الموجود هي شوارب اللي فوق هيك الشفايف، او حتى بالبوش متكامل، حنتخلص من الشعر الزائد بشكل طبيعي. طبعا المجموعة اللي مقدمينها اليوم هي مجموعة مثالية ومجموعة متكاملة، مثل ما لكم شايفين هون جنبي هالمجموعة من الماركة الفرنسية الشهيرة موسنز. بتتألف عنا هالمجموعة من ثلاث منتجات. أول شيء عنا هون مثل ما لكم شايفين الجل الخاص للجسم، وهو بسعة 150 ميلي. ايضا عندنا هون الديودوران، وايضا اللي هو مانع لنمو الشعر بسعه طبعا 10 ملي. وايضا عندنا هون الرولون الخاص بالوجه، وايضا هو مانع لنمو الشعر بسعه 10 ملي. هالمجموعه كلياتها متكامله، اذا حابين تحصلوا عليها رقم المنتج لها هو 7570032. تخيلوا هالمجموعه متكامله جايه بسعر 359 ريال سعودي فقط. مجموعة ولا أحلى من هيك، رح تساعدنا بشكل طبيعي تخفف وتمنع نمو الشعر بشكل طبيعي 100%. واللي بيميز هالمجموعة إن هي من مواد طبيعية، وخاصة الكمأة السوداء. هلا انا وانتو بدي رحب بضيفتي اللي اجت خصيصا من لبنان، وهي غنى الدوره، اخصائيه البشره وهيك يعني والجمال مثل ما بيقولوا. ما شاء الله عليكي، منوره اليوم. شكرا. انت كمان الله يخليكي. انا مبسوطه كثير اليوم انه انت اجيتي معنا كضيفه، وانت كمان مثل ما بنقول سفيره لهالماركه اللي عم تلاقي نجاح كثير كبير، واللي هي مؤلفه كلياتها من المواد الطبيعيه. هلا انا ما نسمع عن الكمة السوداء، انا اول مره بعرف انه هي بتدخل بمستحضرات التجميل وبتساعد لتوقيف نمو الشعر، وخاصة الشعر الزائد بالجسم اللي كل سيدة بتتضايق منه. أنا بدي إياكي تحكي لي عن التركيبة، كيف هي عن جد بتمنع من نمو الشعر؟ مزبوط. أول شيء برحب فيكي سماح، وأنا كتير مبسوطة أني معك كمان. بالنسبة للمنتج، أنا قبل ما أحكي عن الكمة والتركيبات، بس نحن واجبنا كأخصائيين لما نطلع على تيفي أنه نحذر العالم من مادة خطرة جدا موجودة بالمستحضرات التجميل أو حتى مستحضرات لأولادنا، اللي هي مادة البارابين، واللي هي لازم تكون مش موجودة بالمنتجات. فبحب ركز بس شوي على هيدي النقطة، أنه العالم كتير ينتبهوا لها، خاصة كل شيء خاصه بشي بنحط على الجسم، بناكله، أي برودكت بدنا نستعمله ما يكون في بقلبه مادة البارابين. فمستحضرات موسنز هي خالية من هذه المادة. وبالنسبة للتركيبة اللي هي الكمعة السوداء، تركيبتها طبعا فيها مختلفة ومتنوعة. بنبلش إذا بدك بالدرنات الميلانوسبورام، اللي هن مسؤولين عن تقليل كمية الشعر وتخفيف سرعة نمو الشعر. عندنا الأسيد كربونيك اللي هو بقلل عدد الشعر، والأسيد فوسفوريك اللي هو كمان بيقتل البصلة إذا بدك لحتى نمنع ظهور الشعر مجددا. هيدي المجموعة، هيدي المكونات كلها سماحة اجتمعوا كلهم بمنتج واحد، كتير بيعطي نتيجة حلوة. هلا نحن ما بنتأخر كتير على المشاهدين اللي عم نشوفه، حنحكي عن أول منتج موجود معنا، وهو الديودوران، أو يعني وخاص
مانع الريحة وأيضا بيمنع نمو الشعر وبيأخر من نمو الشعر الموجود معنا هون. هيدا الديودوران بدي اياكي تشرحي لي عن التركيبة تبعه، المكونات اللي هي معمولة منه. طبعا نحن ذكرنا 100% خالي من أي مواد كيميائية، وبتدخل فيه تركيبة الكمأة السوداء. احكي لي عن هيدا المنتج، شو التركيبة تبعه وكيف فينا نستخدمه؟ هذا المنتج أول شيء يستخدم تحت القبط مثل ما ذكرتي، هو بناسب كل أنواع البشرة على فكرة، وفي فيه بمكونات، وطبعا غير الكمأة السوداء البوتاسيوم اللي هو بنفس الوقت غير أنه رح يشتغل على موضوع منع انبات الشعر، بنفس الوقت رح يعالج مشكلة تانية عند كتير ناس اللي هي التعرق الزايد. يعني هون بنكون عم بحل مشكلتين بنفس الوقت، اللي هي التعرق الزايد والشعر الزائد كمان تحت القبطين، فبعدل التعرق هيك ما بصير عنا عرق ولا رائحة بنفس الوقت، بلس انه في الصبار اللي هو مهدئ كمان، نبتة الصبار اللي هي تستخدم كمهدئ لهذه المنطقة حتى ما يصير في تحسس او تهيج للبشرة 100%. مثل ما ذكرتي وفينا نستخدمه 2 بواحد، هو بيعطي ريحة كتير حلوة، بيمنع التعرق وبنفس الوقت بيقتل البصيلات وبيحرقها. مثل ما ذكرتي لي امبارح هو مثل سم طبيعي بفوت بقلب بصيلة الشعر وبيقتلها تدريجيا مع الاستخدام اليومي منشان ما يرجع ينمو الشعر مرة تانية. كيفية استخدامه، بنستخدمه يوميا صبح ومساء، طبعا بعد ما نشيل الشعر بالواكس او بالحلاوة، يعني لازم مو بالشفرة، من بصيلة الشعر، وبتدخل هالمادة يوم ورا يوم ورا يوم بتموت عنا البصيلة. شو حنحصل هيك تحت القبط، كيف حيكون شكله، عم نشوفه هلا على الشاشة. شوفي هالشكل قديش واضح، انا بشوف هيك فكر ليزر يعني. صح، لان هو طبعا نتيجته مثل نتيجه الليزر واحلى كمان، لانه طبيعي وما بيأذي، ومثل ما قلنا خاصه الديودوران فيها مهدئ يعني لحتى ما يصير في تهيج بالبشره. طبعا هيدا كتير كتير شيء مهم. هلا حنحكي عن المنتج الثاني اللي انا كتير كتير حبيته، واللي انت كمان حكيتي لي امبارح عنه انه هو سحري لازم تحصلوا عليه، وهو الجل الخاص بالجسم اللي بيمنع من نمو الشعر باخره ويبطئ كمان. بدي تقولي لي عن التركيبة الموجودة فيه وكيفية استخدامه. اوكي، بالإضافة طبعا هو تركيبته كلها من الكمأة اللي حكينا قبل شوي عن مكوناتها كلها وفوائدها كلها. هذا المنتج هو فعلا سحري سماح مثل ما قلتي، لان عن جد نتيجته سحر يعني، وان شاء الله المشاهدين بكره اللي راح يجربوا راح يستمتعوا بنتيجته، بلس انه هو مخصص لغير انه للجسم محل ما انت عم تدهني للايدين والاجرين والاخري، هو مخصص لمنطقه حساسه جدا اللي هي منطقه البكيني اللي عند كثير ناس هي اصلا منطقه حساسه. فهو تركيبته بتلائم هيدي نوع البشره وحساسيتها، ريحته كثير حلوه. صح، انا كنت بحب استعمله كبادي لوشن كمان على فكره. تركيبته بتناسب المناطق الحساسة أيضا لحتى نلاقي نتيجة كتير حلوة، مع اختلاف كثافة الشعر من منطقة للتانية طبعا، فهو كتير بيعطي نتائج حلوة. ومن الشهر الأول هلأ بنحكي كمان عن النسب المئوية مزبوط. أنا هون بدي أحكي كمان مثل ما ذكرتي إنه هو خالي من مادة البارابين، موجود هون مكتوب بالفرنسي لشان تتأكدوا 100% إنه هو طبيعي، ما بيعمل أي إفكت ولا سرطانات أبداً. ولا أبداً. داخل في مواد كيميائية لتحصلوا على نتيجة فعالة. كيف هيك الجسم حيكون؟ عم نشوف هلا قبل وبعد هون لاشخاص كان مستخدمينه للقدمين. شوفي الشكل واضح جدا، هو بخفف تدريجيا، واستخدام اليومي بيقلل من نمو الشعر بشكل طبيعي. نمو الشعر وعدد الشعر يعني مناسب جدا للاشخاص اللي حابين يعملوا ليزر بس خايفين او ما عندهم، ما بيتحملوا تكاليف الليزر طبعا. فهو جدا برودكت مناسب لمشكله كثافه الشعر بالجسم يعني حل ولا احلى من هيك. هلا صار وقت نحكي عن المنتج الأخير الموجود معنا هون. هيدا المنتج وهو رولون، خاص بالوجه وخاص أيضا إذا كان عنا منطقة الشاربين وأيضا الحواجب، إذا حوالين الحواجب عنا شعر كتير كثيف وبدنا نتخلص منه. كمان بدنا إياكي تحكي لي عن تركيبته وتحكي لي عن كيفية استخدامه، إمتى فينا نستخدمه؟ هذا فينا نستخدمه طبعاً كل يوم مثل ما قلت بعد إزالة الشعر، وهو غير أنه بس لمنطقة الشوارب أو الحواجب، في ناس كتير بعانوا من مشكلة الشعر الزايد على السوالف إذا بدي، في ناس بيطلع لهم مثل دقن بشعر سميك وبشع يعني بيسبب احراج بعض الاحيان للسيدات او الصبايا اللي بكونوا اول طلعتهم. فهذا الرول اون رح يكون حل كثير مثالي لهم، وهو بالاضافه لتركيبه الكمأة الموجوده بقلبه بيحتوي على زيت زيتون
زيت الزيتون اللي فيه بقلبه الفيتامين اي لتجديد الخلايا، والفيتامين اي المضاد للاكسده، ومكونات اخرى خاصه بالترطيب. وطبعا الرول اون هون لما يكون للوجه هو بكون مخصص للوجه، لان بشره الوجه هي بشره حساسه. يعني طبعا برجع انا بذكر انه هون هو خالي من ماده البارابين، وايضا هون من الخلف مصنع في فرنسا كله بشكل طبيعي 100%. عم نشوف هلا كيف الوجه او منطقه الشاربين الاكثر شيء بتضايقنا والشائعه، شوفي قبل وبعد عن جد الفرق واضح جدا. بمجرد ما نستخدمه بعد الاستخدام الثاني حتلاحظوا النتيجه اللي عن جد كثير فعاله. عم نشوف هلا النتائج، حنشوف هلا طبعا النتائج الفعاله اللي فيكم تحصلوا عليها بعد الاستخدام الثاني. عم نشوف هون النسب، تخيلوا بعد الازاله الثانيه بعد ما تشيلوا الشعر وتحطوه مره ثانيه 65% لحد من ظهور الشعر الجديد، 82% بانقاص عدد الشعر، و71% بيقلل من سرعه نمو الشعر. يعني تخيلوا مواد طبيعية من الكمة السوداء والمواد الطبيعية الثانية الداخلة بتركيبته نفس نتيجة الليزر، لكن بشكل طبيعي. لا تستخدمي ليزر، لا تستخدمي أبدا أي شيء بشكل كتير طبيعي. بس بدي أرجع أذكرهم مرة ثانية بالمجموعة اللي نحن مقدمينها. المجموعة هون هي مجموعة متكاملة، عنا ثلاث مستحضرات الموجودة معنا، وهو الجل، الديودوران، وأيضا الرول أون. هن كلياتهم جل وكريم طبيعي، وأيضا بيمنع نمو الشعر وبيأخر من ظهور الشعر. رقم هالمجموعة هو 757032 بسعر 359 ريال سعودي. هلا بدي اياكي انا وانتي، كان في صبية معنا اسمها زينب جربت هيدا المستحضر ونحن قدمنا لها اياه منشان هي تعطينا عن جد رأيها، شو رأيها بهالمنتج وكيف كان تأثيره عليها. حنطلع انا وانتي والمشاهدين ونشوف زينب شو قالت وكيف استخدمته كل يوم طبعا واستخدام يومي. خلينا نشوف هاي الفيديو ونرجع لكم. أنا كنت بعاني من مشاكل في زيادة نمو الشعر في الجسم، نصحوني باستخدام موسنز اللي احتوائها على مواد طبيعية زي الكاما. أنا حسيت بالفرق بعد الاستخدام المرة الثانية. لو أي سيدة عليها مشاكل في زيادة نمو الشعر تستخدم موسنز. إذن مثل ما شفتوا نتائج عن جد كتير فعالة، وطبعا زينب تشكرتنا كتير، وهلأ عن جد عم تنصح كل اللي حواليها أن يستخدموا هالمستحضر المثالي من موسنز من الماركة الفرنسية اللي مكون من المواد الطبيعية، وطبعا التركيبة الأساسية لها وهي الكيمياء السوداء اللي كتير غالية ومنعرف أنه كتير نادرة. ونادرة صح. مزبوط نادرة. برجع بذكركم مرة تانية شو الأوفر اللي نحن مقدمي لكم يا اليوم. مثل ما لكم شايفين الأوفر جنبي هون، عندكم ثلاث مستحضرات مقدمينا، وهو الجل الخاص بالجسم، وايضا الديودوران، والرول اون الخاص بالوجه. كلياتها بتساعد على تاخير وتبطيء من نمو الشعر وبتقلل من عدد الشعر اللي حتحصلوا عليه. نتيجتها فعاله 100% مثل الليزر لكن بشكل جدا طبيعي، وايضا حتحصلوا على كتيب خاص لطريقه الاستخدام. هالمجموعه رقمها هو 757032، جايتكم بسعر جدا تنافسي وهو 359 ريال سعودي بس. حترك لكم الفرصه، لكن بدي اتشكر اليوم عن جد غنى الدوره اللي اجت خصيصا من لبنان لتشرح لكم اكثر عن هالتركيبه. بتشكر كثير. ثانك يو. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي. حاترك لكم الفرصه تطلبوا من خلال المنتجات، عفوا من خلال الارقام اللي حتظهر هلا على الشاشه.